I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. طبعا هسه خلصت تريتمنت الكلير ليفت ويا دكتورة سارة الآغا. أنا مسويته قبل، كلش أحب هذا التريتمنت لأنه أول شيء يشقر الشعر الوبري بالوجه، وثاني شيء ينطي نظارة كلش حلوة للبشرة، يناسب كلش الناس اللي بشرتهم تتحسس مثلي من إزالة الشعر بطرق أخرى، راح يخلي بشرتكم ناعمة جلوي وبنفس الوقت يخلصكم من منظر الشعر المزعج، فأنصحكم إنه تجربوها لأنه أنا كلش حبيتها ومتأكدة إنه أي أحد راح يجربها هنا بعيادة أستاتيكا كلش راح يحبها.